السلام عليكم، معكم زميلتكم ندى الشرقاوي. ان شاء الله نشرح المحاضره الثالثه في الفسيولوجي بعنوان رينال بلس فلو. نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه، يعني ايه رينال بلس فلو؟ رينال يعني الكدني، بلس فلو يعني البلاد اللي رايح يعمل سبلاي للكدني. طيب الديفينيشن بتاعه، it is a part of cardiac output that supply الكدني. طيب تمام، هنتكلم عن نصيب الكدني من البلاد وبيتوزع جواها ازاي، وهل بيتوزع بالتساوي ولا لا. بيقول لي ان الكدني اهو بتاخد ربع الكاردياك اوتبوت. ربع الكاردياك اوتبوت ده يعني بتاخد 25%. طيب 25%، احنا عارفين ان التوتال بلاد فوليوم 5 لتر. طيب ربع الخمسة لتر دول كام؟ قال لي هيكونوا حوالي 1200 مللي لتر. طيب ال 1200 مللي لتر دول مش كتير على الأورجان صغير زي الكدني؟ كتير. طيب ليه هي بتاخد كل الكمية دي؟ قال لي عشان هي بتعمل فلتريشن للبلد. طيب برضو ليه بتاخد الكمية دي؟ عشان لما الرينال بلاد فلو يكون كتير، يكون زيادة، فالبرشر هيزيد، البرشر هيزيد، ف الجلوميرولاي فلتريشن ريت هيزيد برضو، الجي اف ار هيزيد، فتقدر تقوم بالوظيفة بتاعتها وهي الفلتريشن كويس. طيب هل بيتوزع البلاد دوت بالتساوي على أجزاء الكدني؟ لا، مش هيتوزع بالتساوي. ليه؟ لأن مش كل أجزاء الكدني هتعمل فلتريشن. طيب الفلتريشن ده بيحصل فين؟ قال الفلتريشن ده بيحصل في الجلوميرولاي. طيب الموجودة فين؟ موجودة في الكورتكس. يعني معنى ذلك إن الكورتكس بتاخد أكتر من المظلة، صح؟ الكورتكس بتاخد قد إيه؟ قال لي بتاخد 4 ملي لكل جرام من التشو. تاخد 4 مللي لكل جرام من التشو. تمام. طيب هل الكدني بتتعامل مع الدم دايركت؟ بنعمل فلتريشن للبلد؟ لا، قال لي بتعمل فلتريشن للبلازما. طيب الرينال بلازما فلو اللي بتروح للكدني قد ايه؟ قال لي بتساوي 650 مللي لتر بير مينت. طيب الجلوميرولاي فلتريشن ريت قد ايه؟ الجي اف ار قد ايه؟ قال لي بتعمل فلتريشن لمية خمسة وعشرين مللي لتر في الدقيقة. اكتبوا يا دكاترة الأرقام دي عندكم عشان الدكتورة قالتها في المحاضرة، بس مش موجودين في الداتا. طيب بعد كده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن regulation of renal blood flow. طيب اذا ذكرنا regulation، ذكرنا ايه؟ nervous regulation و hormonal regulation. بس الكدني تتميز عن باقي الأورجن إن هي كمان عندها أوتو ريجوليشن. طيب أول حاجة هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن النيرفس ريجوليشن. النيرفس ريجوليشن بتاع الكدني يكون سمباثيك ستيميوليشن، يكون سمباثيك ستيميوليشن، سمباثيك ستيميوليشن. طيب السمباثيك إحنا عارفين إن هو في الجنرال بيعمل فازو كونستركشن ما عدا في الجي أي تي. طيب في هنا في الكدني هيعمل إيه؟ هيعمل فازو كونستركشن. طيب هل كل ستيميوليشن بتاعته ليها نفس التأثير؟ قال لي لا، ملهاش نفس التأثير. يعني ايه؟ يعني المايلد والمودريت ستيميوليشن ليهم تأثير بس ضعيف جدا، يعني يكاد يكون مش موجود اصلا. طيب ايه اللي ليه تأثير؟ قال لي السترونج سمباثيك ستيميوليشن. طيب بتأثر لي على ايه؟ قال لي بتأثر لي على الافرنت والافرنت ارتريولز، ولكن التأثير الاكبر بيكون على الافرنت ارتريولز. طيب الافرنت ده ايه؟ الافرنت ده اللي بيكون داخل الكدني. طيب هعرفها ازاي؟ طب انا كده ممكن اتلخبط، افرق ازاي ان الافرنت هو داخل ولا الافرنت؟ افرنت الرايف يعني داخل. تمام. طيب لما يحصل فازو كونستركشن في الافرنت ارتريولز اللي داخل الجلوميرولاي بتاعت الكدني، ايه اللي هيحصل؟ مثلا ده الجلوميرولاي اهو، وده الافرنت. لو حصل في مثلا كده فازو كونستركشن اهو، فالبلاد فلو اللي داخل الكدني الجلوميرولاي هيقل، وبالتالي البريشر اللي جوه هيقل، وبالتالي الجلوميرولاي فلتريشن ريت هيقل. طيب تمام. بيقول لي ايه؟ النيرفس سمباثيك ريجوليشن، النيرفس سمباثيك ريجوليشن. طيب المايلد تو مودريت سمباثيك ستيميليشن هاز ا ليتل اور نو افكت اون رينال بلاد فلو اند الجي ار اف الجي اف ار. طيب strong sympathetic stimulation led to more afferent arterioles construction leading to decreased
الرينال بلاد فلو. تمام. بعد كده هنتكلم عن الهرمونال ريجوليشن. عندي الهرمونال ريجوليشن هيتقسموا لتو جروبس، عندي فازو كونستريكتور هرمونز وفازو دايليتور هرمونز. اول حاجه الفازو كونستريكتور هرمونز برضه هيتقسموا لاتنين، نون سيلكتيف وسيلكتيف. النون سيلكتيف عندي الادرينالين والنور ادرينالين والاندوثايلين. طيب دول هيشتغلوا ازاي؟ دول هيشتغلوا زي السمباثيك بالظبط، هيبقى ليهم تأثير، يعملوا فازو كونستركشن ليهم تأثير على الافرنت ارتريولز والافرنت ارتريولز، ولكن برضو التأثير على الافرنت ارتريولز اكبر من الافرنت ارتريولز. طيب هنرسم الرسمة بتاعتنا تاني اهو، الميولار وادي الافرنت اللي حصل فيها فازو كونستركشن، البلاد فلو اللي داخل للكدني هيقل، وبالتالي الجلوميرولاي فلتريشن ريت هيقل برضه. طيب نعمل العكس، ادي الجلوميرولاي وادي الافرنت، لو حصل فيه مثلا هنا كونستراكشن اهو ماشي، فالبلاد فلو الخارج مش هيعرف يخرج لان في كونستراكشن بره، فهيتراكم في الجلوميرولاي جوه وهيتراكم في الكدني، فالبلاد بريشر هيزيد جوه، وبالتالي الجي اف ار هيزيد هو كمان. تمام. هتكلم عن السيلكتيف فازو كونستريكتور هرمونز اللي هو الانجيوتنسين 2. طيب بما انه سيلكتيف يعني بيختار حاجه محدده يشتغل عليها، طيب بيشتغل على ايه؟ قال لي انه بيشتغل على الافرنت ارتريولز. طيب انا دلوقتي هتلخبط، هو بيشتغل على الافرنت ولا الافرنت؟ انجيوتنسين بادئ بحرف الاي، يبقى بيشتغل على حاجه اللي ما فيهاش اي، يبقى بيشتغل على الافرنت. تمام. طيب لما يشتغل على الافرنت برضو هيعمل ايه؟ قال لي هيزود حاجه ويقلل حاجه، هيزود الجلوميرولار اذا قلت صح، هيدروستاتيك بريشر. طيب وهيقلل البري تبيولر كابيلاري. طيب احنا عرفنا هيشتغل فين وهيعمل ايه. طيب هيعمل كده ازاي؟ عايزين نفهم كل حاجه. طيب قلنا انه بيشتغل في الافرنت ارتريولز اللي هو المخرج بتاع البلاد من الكدني. طيب دلوقتي قلنا ان هو هيعمل فيه فازو كونستركشن اهو، هيعمل فيه فازو كونستركشن، البلاد هيتراكم جوه، فنتيجة ان البلاد تتراكم جوه هيحصل جلوميرولار هيدروستاتيك بريشر هيزيد، نتيجة البلاد اللي موجود جوه في البريشر هيزيد، منطق. وبيشتغل بحاجة كمان هي مش موجودة في الداتا بس الدكتورة قالتها في المحاضرة، قالت ان هو بيزود تصنيع الالدوستيرون. الدوستيرون اكتبوها عندكم، الدوستيرون. تمام. والالدروستيرون ده احنا عارفين ان هو بيعمل ووتر اند صوديوم ريتينشن، فهيزود برضو البلد بريشر، هيزود برضو البلد بريشر. هيدروستاتيك بريشر يعني ايه؟ هيدرو يعني سائل، طب بريشر يعني ضغط، يعني ضغط ناتج بسبب السائل نتيجة الضغط دوت، يعني مثلا لما ضغط السائل ده يزيد هيخلي السائل ده يخرج من جوه لبره، يخرج من جوه لبره. طيب احنا قفلنا الافرنت هنا، فهنا الضغط بتاع السائل ده قل، فالسائل هيدخل من بره لجوه، هيدخل من بره لجوه، فهيحصل ايه؟ ري ابزوربشن، هيحصل وظيفه كمان وهي التبيولر ري ابزوربشن. طيب نقرا كده الفازو كونستريكتور هرمونز. ماشي، عندي قلنا نون سيلكتيف وسيلكتيف، عندي ادرينالين ونور ادرينالين واندوثيلين. This hormones cause vasoconstriction of afferent and efferent arterioles leading to decrease renal blood flow and the GFR in most not all cases. يعني ايه not most in all cases؟ يعني مش في كل الحالات بيقلل البلاد فلو، مش بيقلل البلاد فلو والجي اف ار. يعني ايه؟ لان احنا قلنا ان هو كان بيأثر على الافرنت، فلو قفل الافرنت كمان، لو الافرنت اتقفل البلاد بريشر هيزيد، فالجي اف ار هيزيد، يبقى هو كده عمل عكس اللي هو بيعمله. طيب بعد كده نيجي للانجيوتنسين 2، it has selective vasoconstriction، قلنا بيأثر على ايه؟ على الافرنت ارتريولز، قلنا هو معاه ايه يبقى ياخد اللي مش معاه ايه، افرنت ارتريولز leading to increase glomerular hydrostatic pressure so glomerular filtration rate increase.
and tubular and tubular reabsorption هيزيد برضو. تمام. بعد كده عندنا الفازودايليتر هرمونز زي النيتريك اوكسيد والبروستاجلاندينز، دول بيعملوا ايه؟ دول فازودايليترز، فبي بيعملوا دايلت في ايه؟ ماشي، عندي اهو الميرور تاني وعندي ده الافريد، هيعملوا فيه دايلتيشن. طيب لما يعملوا دايلتيشن البلوت فلو اللي داخل للجلوميرولاي هيزيد، فالبريشر هيزيد، فالجي اف ار برضو هيزيد. تمام. نيجي بقى لتالت حاجة واللي بتميز الكدني، هي الاوتو ريجوليشن. اوتو ريجوليشن ترجمة حرفية يعني اوتو يعني ذاتي، ريجوليشن يعني تنظيم، يعني تنظيم ذاتي. طيب هل الاوتو ريجوليشن ده يعتمد على النيرفس ستيميوليشن او الهرمونال ريجوليشن؟ لا، مش بيعتمد عليهم، الكدني هي اللي بتعمله من نفسها. علشان بتعملوا ليه؟ علشان تحافظ على الرينال بلاد فلو والجي اف ار، تحافظ عليهم ثابتين حتى مع تغيير السيستميك بلاد بريشر. يعني لو حصل تغيير في السيستميك بلاد بريشر سواء زاد او قل، احنا ضغطنا مش ثابت طول الوقت، فهل لو الضغط اتغير الكدني ما تقدرش تقوم بوظيفتها؟ لا، هتشتغل عادي، بس برضو يكون within limit، يعني الرينج بتاعه يكون مثلا من 170، من 70 ل 170. عارفين ان النورمال بلاد بريشر 120/80، هو اداني رينج من 70 ل 170 تقدر تحافظ فيهم الكدني على الرينال بلاد فلو والجي اف ار، تحافظ عليهم ثابتين. طيب ايه الامبورتنس بتاعتها؟ احنا قلنا فوق هي ليها اوتو ريجيلاتوري ميكانيزم، بتعمل ايه؟ قلنا انها بتحافظ على الرينال بلاد فلو والجي اف ار، تخليهم ثابتين، يعني بريفنت الماركت تشينج ان الجي اف ار، بتحافظ عليه ثابت زي ما احنا قايلين فوق. يقول لي الاوتو ريجوليشن ده بيحصل بتو ميكانيزم. طيب الميكانيزم الاول ايه؟ توبيولو جلوميرولار فيدباك ميكانيزم، التاني مايوجينيك ميكانيزم. قلنا اول ميكانيزم ليه اللي هو توبيولو جلوميرولار فيدباك ميكانيزم. طيب ده توبيولو جلوميرولار ده بيعتمد على ايه؟ قال لي بيعتمد على الاكتيفيتي اوف جاكستا جلوميرولار اباريتس. طيب ايه هي الجاكستا جلوميرولار اباريتس؟ يعني موجوده في ايه؟ بتتكون من ايه؟ قال لي it lies at the bifurcation of the afferent and efferent arterioles and distal tubules come in contact with them in the same nephron. هنشوفها في الصوره دي هتوضح معانا اكتر. الصوره دي واحده اهو، ده الافرنت ارتريولز اهو، ده الافرنت ارتريولز، وده الافرنت ارتريولز، وده الديستال تبيولز. طيب فين الجاكستا؟ الجاكستا جلوميرولار ابريتس اهي، ما بين اهي دي، فقال انها موجوده في الباي فاركشن بتاع الافرنت والافرنت، وما بين كمان الديستال تبيول اهي، موجوده هنا اهي، هي دي. تمام. طيب الجاكستا جلوميرولار ابريتس عرفنا، عرفنا مكانها فين. تمام. طيب بتتكون من ايه؟ ال اتس فورمد اوف ماكيولا دنسا والجاكستا جلوميرولار سيرتس. طيب الماكيولا دنسا دي ايه؟ موجوده فين؟ قال انها موجوده في بدايه الديستال تبيولز. طيب قال ان فيها برضو دنس جرانيولز، مش مهمين المعلومتين دول، المعلومه الجايه اللي مهمه. قال انها بتقدر تحس بالتغيرات اللي بتحصل في الصوديوم كلورايد، التركيز بتاعهم، لو حصل تغير في التركيزات هي بتقدر تحس بيها، هنحتاجها في الميكانيزم اللي جاي. طيب الجاكستا جلوميرولار سيلز دي بتعمل ايه؟ قال انها سيكريتوري سيلز، بتقدر انها تكون وتخزن وتسكريت الرينا، يعني الرينا بتكون فيها ويتخزن ولما احتاجه بتعمل له سيكريشن. طب احنا قلنا الماكيولا دينسا ايه؟ بتحس لو حصل تغيير في الكونسنتريشن بتاع ال NaCl، وده اللي هنمشي بيه، هي هتكون سبب في الميكانيزم اللي هنعمله دلوقتي. طيب لو الارتيريال بلاد بريشر قل، فالجلوميرولار هيدروستاتيك هيقل برضه، فبالتبعيه بتاعته الجلوميرولار فلتريشن ريت هيقل هو كمان، فالماكيولا دنسا ال NaCl بتاعها هيقل. طيب هتشتغل بقى ازاي؟ هتشتغل بتو ميكانيزم. اول ميكانيزم
انها هتروح للافرنت، الميكانيزم التاني هتروح للافرنت. طيب هتروح للافرنت تعمل ايه؟ اهو ادي الجلوميرولاي والافرنت، هتروح تعمل فيه فازو دايليتيشن، تعمل فازو دايليتيشن، فهتزود البلاد فلو اللي داخل، فهتزود الرينال بلاد فلو، فهتزود الجي اف ار، فهتزود الهيدروستاتيك بريشر. فيبقى كده ده اول ميكانيزم ليها. طيب تاني ميكانيزم هتعمل فيه ايه؟ تاني ميكانيزم هتشتغل على الافرنت. طيب هتعمل ايه؟ هتزود لي الرينن، والرينن دوت بيساعدني في تكوين الانجيوتنسين 2، واحنا عارفين الانجيوتنسين 2 كان في الهرمون الريجيليشن، كان سيلكتيف، كان سيلكتيف هرمون، كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل فازو كونستريكشن لايه؟ للافرنت، للافرنت كان بيعمل فازو كونستريكشن للافرنت. طيب لما يعمل فازو كونستريكشن للافرنت هنرسمها ادي اهو، وادي الافرنت. لما يحصل فيه فازو كونستريكشن الدم مش هيخرج، فالدم هيفضل يتراكم في الجلوميولاي، ف الدم اللي موجود جوه هيزيد، البيض اللي فيها جوه هيزيد، فالهيدروستاتيك بريشر هيزيد هو كمان، فالجلوميرول فلتريشن ريت هيزيد. يبقى كده وصلنا للي احنا عاوزينه. احنا قلنا الاوتو ريجوليشن بيشتغل بتو ميكانيزم، التوبيولار جلوميرولار ميكانيزم، والتاني المايوجينيك ميكانيزم. طيب بيقول لي المايوجينيك ميكانيزم ده اتس انهيرنت بروبرتي، يعني صفه موروثه، مش مهم الجمله دي. طيب بيشتغل ازاي؟ لما الارتيريال بلاد بريشر يزيد، بلاد بريشر يزيد او الرينال بلاد فلو هو اللي يزيد، ده هيعمل ايه؟ هيضغط على الوول بتاع الافرنت ارتريولز، هيضغط على الوول بتاعها، والوول دوت وهيعمل فيه ستريتش، والوول ده موجود فيه ستريتش ريسبتور، ستريتش ريسبتورز، فلما يضغط على الوول ده هيضغط على الريسبتورز بتاعته، الريسبتورز هيضغط عليها، فهيحصل ريفلكس، وهيحصل ريفلكس وهينتج امبلس هتيجي تعمل في الوول فازو كونستريكشن، هتيجي تخليه يحصل في الوول فازو كونستريكشن، فالزياده اللي حصلت دي هيحصل ريفلكس وهتقل، قللت الهاي بلاد بريشر ده وقللت الهاي رينال بلاد بريشر، وفي نفس الوقت انا بقللهم ليه؟ علشان انا عايزه احافظ على الرينال بلاد فلو طبيعي، والجي اف ار عايزه احافظ عليهم طبيعيين، يعني مش عايزهم يزيدوا ولا عايزهم يقلوا. يعني في المايوجينيك هنا لما قلوا إيه، لما زادوا انا قللتهم عشان اوصل ايه للنورمال اللي انا محتاجه، وفي التوبيلو جلوميولار ميكانيزم كانوا قليلين فانا زودتهم علشان برضو احافظ على الرينال بلاس فلو والجي اف ار في النورمال، اخليهم ثابتين زي ما انا عايز في الاوتو ريجوليشن ده. انا اصلا بعمل الاوتو ريجوليشن ده عشان اخليهم ثابتين، احافظ عليهم ثابتين. كده الحمد لله خلصنا المحاضرة، أتمنى إنكم تستفيدوا منها، ويلا بقى عشان ما أطولش عليكم، باي باي.